احمد، لو نستعرض تشكيل النادي الاسماعيلي. نستعرض تشكيل النادي الاسماعيلي طبعا مع كابتن ايهاب جلال، بيلعبوا 4-3-3 اللي هي بتتحول ل 4-1-4-1. لو ممكن نجيب بيرو بقى ونجيب البيرو على البورد، نشغل بس البيرو طبعا في حراسة المرمى. هات التكتيكال ونستعرض معاكم بقى تشكيل الاسماعيلي على البورد. تشكيل الاسماعيلي طبعا دوس اكس. طبعا في حراسة المرمى محمد فوزي، قدامه بيلعب عبد الله جمعه كباك رايت، الاثنين المساكين باهر المحمدي ومروان الصحراوي، والباك ليفت طبعا حسين السيد اخذ كارت احمر في المباراه الاخيره، فالاغلب هيبدا بيه محمد عادل اللي هو بيلعب كارتكاز، هيتم توظيفه كظهير ايسر، هو اللي بيلعب دايما في المباريات الاخيره كظهير ايسر. تمام. الثلاثه اللي في النص دونجا، محمد حسن هيدخل كارتكاز ثالث، ليه؟ عشان محمد عادل راح كباك ليفت، ومحمد صادق هو الارتكاز الثالث. الثلاثة اللي قدام فخر الدين بن يوسف وأحمد مدبولي وشكري نجيب. طبعا فكر كابتن إيهاب جلال إن هو دايما بيعمل ضغط عالي، سياسة الضغط العالي على المنافس، ويحاول يستخلص الكورة بشكل سريع، يفتك الكرة بشكل سريع، والدفاع بيلعب دفاع هاي لاين، دفاع عالي عشان بيلعب ضغط عالي. فأحيانا الطريقة دي بتسبب له مشاكل. ليه؟ لأن الضغط أحيانا ما بيكونش منظم قوي. الحاجة التانية ان هو عنده مشكلة واضحة جدا في المساحة اللي ورا، اللي ما بين باهر المحمدي وما بين مروان صحراوي، ففرق كتير بتعتمد على الثغرة اللي موجودة دي، وهنتكلم عليها بالحالات الفنية، استقبلوا منها اهداف كتير. في دور مهم جدا كمان لمحمد صادق، محمد صادق اللي هو لو عملنا عليه مارك، محمد صادق هو اللي دايما بيزيد لقدام، هو اللي دايما بيزيد لقدام بالشكل ده، وبيحول طريقة اللعب لـ 4-2-3-1، هو صانع الألعاب. في عملية الضغط بتاع النادي الإسماعيلي بيبقى شكري نجيب بيرحل تحته محمد صادق، هنا بيبقى أحمد مدبولي، هنا بيبقى فخر الدين بن يوسف. طب إيه الفرق ما بين أحمد مدبولي، أدوار أحمد مدبولي وفخر الدين بن يوسف؟ فخر الدين بن يوسف دوره كله أنه دايما بيخش لي العمق، دايما بيتحول لمهاجم تاني جنب شكري نجيب. لكن مدبولي عشان كده يعني دور مدبولي ايه؟ ان هو دايما بيبقى فاتح في اخر الخط، دايما بيبقى فاتح في اخر الخط، فبيبقى الباك الشمال بيفضل محمد عادل. ليه؟ لان محمد عادل ما بيتقدمش لانه بيلعب بقدمه اليمنى، فحاطط له جناح قدامه ما بيخشش للعمق. عكس هنا عبد الله جمعه عواض دايما بيتقدم لقدام، ففخر الدين بن يوسف بيخش بيتحول كمهاجم تاني للعمق. وهنا بقى كابتن اسلام في درس مهم جدا عايزين نتعلمه من مباراه الذهاب. الناس تفتكر مباراه الذهاب لما كان نادي الاسماعيلي تحت قياده المدير الفني الصربي دراجان يوفيتيتش، كان لحد ما بيحاول يعمل في الشوط الاول على النادي الاهلي ضغط عالي جدا، وفعلا احنا عانينا في الشوط الاول من الضغط العالي، وكنا بنضطر ان احنا نلجا الى الكرات الطوليه في الشوط الاول ده على وجه التحديد. وهنا نقطه مهمه جدا ان كابتن ايهاب جلال لحد ما ربما بنسبه كبيره هيعمل نفس الامر ده بشكل مشابه له بكره في حته الضغط العالي، او بعد بكره في حته الضغط العالي ان هو يضغط. عشان كده مهم جدا جدا ان احنا لما نيجي نقف نبقى واقفين في اماكن قريبه من منطقه جزائنا عشان نقدر نمرر الكوره ونفتح مساحات. ربما الاختلاف من ماتش سيراميكا عن ماتش النادي الاسماعيلي ان ماتش النادي الاسماعيلي اللعيبه عندهم سرعه قدام، نادي سيراميكا لحد ما احمد ريان ما عندوش السرعه اللي يقدر يضغط بيها ويرجع ويعيد الضغط تاني. لا، النادي الاسماعيلي مهم جدا 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 انت ما تلعبش قدامه كرات طوليه، ان هو الفرقه لو حست انك بتلعب الكرات الطوليه هيبقى الصراع في نص الملعب على الكره الثانيه شبيه لماتش الذهاب لما كان نادي الاسماعيلي كان بياخد الكره الثانيه. فهنا بالتالي لازم جدا 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 نطلع بالكره في البيلدنج اب بتاعنا على الارض زي ما عملنا في الشوط الثاني لما النادي الاسماعيلي عنده مشكله كبيره جدا. النادي الاسماعيلي اللعيبه بتجهد بعد الشوط الاول، لان الشوط الاول دايما بيعملوا مجهود كبير جدا جدا جدا، حتى رقميا الفريق في معظم الاهداف اللي بيتلقاها في النص ساعه الاخيره من المباراه. في الشوط الاول النادي الاسماعيلي بيصمد 45 دقيقه بيلعبوا بقوه، بيقفوا كويس جدا، بيتمركزوا كويس، وكمان ذهنيا بيقدروا يعني مركزين واقفين صح. الشوط الثاني بسبب التعب والاجهاد البدني بيتحول لاجهاد ذهني، فبتبدا فيه مساحات كبيره ما بين اللاعبين في نص ملعبهم بيقدر المنافس يستغل ده. ولو نفتكر النادي الاهلي قدر ان هو يجيب الهدفين في مباراه الدور الاول في النص ساعه الاخيره من الشوط الثاني. كمان دونجا في الحته دي اللي هي في المنطقه دي، دونجا اللي هو اللي عليه علامه الاكس هنا دايما بيتقدم في عمليه الضغط،
دايما بيبقى في مشاكل، محمد صادق بيرحل فدونجا بيرحل، فالزون 14 عندهم بتفضى، فبيضطر مروان صحراوي اللي هو في الحته دي يتقدم في الحته دي، فبيبقى في مساحه دايما وراه في المسافه اللي ما بينه. حتى ايريك تراوري استغلها كتير جدا في مباراه بيراميدز والاسماعيلي. كريم برضو لو تشرح لنا البيلت اب لو ممكن نروح بقى للفيديوهات ونشوف بعض الامثله اللي احنا اتكلمنا فيها على التكتيكال بورد ونبدا نشوفها فعلا في الواقع في مباراه الدور الاول الشكل كان عامل ازاي. لو معانا اول فيديو ونشوف عمليه البيلدنج اب او تحضير اللعب عند النادي الاسماعيلي كان شكل الطريقه المعتاده الحقيقه من الكابتن ايهاب جلال بالزبط. مع اي فريق ولكن مع الاسماعيلي طبعا خاصه يعني بالظبط. نشوف النادي الاسماعيلي كان دايما عنده مساحه ان هو يقدر يلعب الكره، او دايما كره النادي الاسماعيلي طول عمرها كره على الارض ما بيلعبوش كرات طوليه، لكن نشوف هنا النادي الاسماعيلي ببساطه عايز اقف هنا وهنا كان محمد شريف نشوف بيعمل ايه. محمد شريف هنا واقف بيقول لزمايله يلا يا جماعه لازم حد يضغط على حامل الكوره عشان ما نسيبلوش المساحه التمرير. هنا مساحه التمرير كانت في نص الملعب كتير قوي نادي الاسماعيلي، وبالتالي ده كان احد المشاكل عندنا في الشوط الاول في مباراه الدور الاول. نشوف هنا النادي الاسماعيلي كان عنده مساحه ان هو يلعب الكوره بشكل عادي جدا، اللعيب طالع بالكوره بيمرر الكوره واللعيب اول ما النادي الاهلي هيبدا يضغط انت هنا تجبر النادي الاسماعيلي انه يحول الكوره عليه. هنا نقف بقى الاستوب، هنبدا خناقه نص ملعب كنت لسه بقولها لك على التكتيكال بورد، وهي ازاي ناخد الكره الثانيه في المساحه اللي في نص الملعب. خناقه نص الملعب ازاي ناخد الكره الثانيه، وهي نقطه يا كابتن اسلام مهمه جدا. نعيد ثاني برضو اللعبه اخرى ونشوف ازاي النادي الاسماعيلي بيقعد يبني البيلدنج اب بتاعه بكل هدوء. مرر الكوره واقعد اعمل تمريرات طويله جدا، مفيش اي مساحه انه يلعب الكره الطوليه طالما ان انت ما بتضغطش. هنا لازم على طول النادي الاهلي يبدا يضغط، بتحرمه من التقدم. بص هنا لعيبه الاهلي اول ما عدوا نص الملعب خلاص شكرا الكره اتقطعت. برده في اللعبه دي برده هتاكد لنا بقى الفكره اللي انا بقولها، لعيبه الاسماعيلي بيمرروا الكره في الثلث الاولاني من ملعبهم بشكل عادي جدا، وبالتالي لعيبه الاهلي اول ما تضغط يجبرهم ان هم يرجعوا الكره وبعد كده يتحولوا للعب الكرات الطوليه. وبالتالي اتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه يوم الاربعاء ودي اخر حاله معانا في الجزء ده يبقى برده نفس الفكره، هنشوف لاعبين الاسماعيلي بيتحركوا وبيمرروا الكره بيحاولوا يلاقوا فرصه للتمرير في نص ملعب النادي الاهلي مقفوله. ليه؟ بسبب الضغط وبسبب الرقابه المان تو مان لغايه لما جت هنا الكره اتلعبت كره طوليه هوب دفاع النادي الاهلي ولاعبين النادي الاسماعيلي ما قدروش ياخدوا الكره، وبالتالي احنا هنا افسدنا الهجمات عليهم. طيب احمد ثابت الضغط بقى العالي للنادي الاسماعيلي لو جبنا الصور بقى هو لو جبنا بس الهدف الثاني في اللعبه دي برضو في الفيديو هنلاقي الضغط يعني ازاي لما ضغطنا على دونجا دور دونجا ده طبعا اول حاجه معانا زي ما حضرتك تفضلت وقلت اللي هو الضغط العالي مع كابتن ايهاب جلال في مباراه بيراميدز. بص كام واحد في منطقه جزاء بيراميدز 1 2 3 4 5 6 مين ده؟ ده محمد صادق اللي انا قلت ان هو ارتكاز ثالث بس بيتحول كصانع العاب بيجي من تحت كده عشان يضغط مع شكري نجيب، هنا احمد مدبولي وهنا فخر الدين بن يوسف بيحاولوا ان هو يضغطوا. انت ازاي تقدر ان انت تطلع بالكوره عشان تضربهم في ظهرهم لان هم بيعملوا ضغط عالي. هم ده الهدف اللي جابوه في بيراميدز، قدروا ان هم يضغطوا على علي جبر ويلعبها. نكمل الصوره اللي بعدها الشوط الثاني لان كابتن ايهاب ما لعبش الشوط الاول بفخر يعني ده اتلعب احمد مدبولي وفخر الدين بن يوسف زي يعني مدبولي اهو فخر الدين بن يوسف بيخش كايه كمهاجم ثاني عشان يسجل مدبولي لعبها له. فده اهميه الضغط العالي، لازم ازاي تقدر ان انت تطلع بالكوره في خلال الضغط العالي بتاع الاسماعيلي. كمل الصوره اللي بعدها طبعا فخر الدين بن يوسف قدر ان هو يسجلها، وعلى فكره هو اخطر لاعب في الاسماعيلي من وجهه نظري هداف الاسماعيلي جايب 10 اهداف السنه دي، لعيب مهم جدا جدا جدا. نخش في الصوره اللي بعدها دي بقى المشاكل الدفاعيه، ايه ابرز المشاكل الدفاعيه الموجوده في الاسماعيلي اللي نقدر نستغلها؟ عندهم مشكله واضحه قوي، لو بصينا على الصوره هنلاقي ان هم كلهم بيضغطوا ضغط عالي زي ما كريم قال ان هو في وسط الملعب لما بيضغطوا بيبقى في مساحات وراهم بيحصل اخطاء. بص حضرتك على مروان صحراوي ده اللي هو المساك الشمال بص طالع سايب المساحه وراه، باهر المحمدي اللي هو المساك اليمين بيحاول يضم لجوه عشان يغطيه. فالكوره لما اتلعبت هات الصوره اللي بعدها هتلاقي ايه ايريك تراوري قدر يقطعها. طب هل الصوره دي ده كان واضح ان هو تكتيك مدرب بيراميدز ان هو عايز يستغل المساحات اللي ورا مروان صحراوي؟ هات الحاله اللي بعدها هتلاقي نفس الفكره،
اهي برضو اتلعبت من خلال إيريك تراوري، مروان صحراوي بيتقدم عشان يغطي دونجا، فبيبقى فيه مساحة عند المساك الشمال اللي هو مروان صحراوي اللي هو المساك اللي ناحية الجبهة اليسرى. كمل نفس الفكرة، دي صورة بقى موضحة أكتر. بص حضرتك مروان صحراوي وباهر المحمدي الاثنين المساكين، في مساحة كبيرة قوي ما بينهم. مروان صحراوي بيضم الجوه دايما قدام يغطي ورا دونجا، إيريك تراوري بيتسحب وبيخش في المساحه اللي موجوده دي، لازم محمد شريف يستغلها. محمد شريف عندنا عنده ميزه السرعات دي، يقدر ان هو يستغل الحته دي. كمل نفس الفكره برده، دي الكره اللي جابها بيراميدز الهدف الاول. ايوه برده مين اللي رايح؟ مروان صحراوي، دونجا اهو اللي عليه السهم اتقدم، ومروان صحراوي بيتقدم، وادي إيريك تراوري اهو هو لسه واقف اهو، وبعدين بيتسحب عشان يخش هنا. نفس الفكره، كمل هنلاقي إيريك تراوري اتلعبت له، برضو باهر المحمدي بيضم عشان يغطي مين؟ مروان صحراوي، عشان يلعبها ليه؟ محمد فاروق، عشان يسجل هدف بيراميدز. كمل نفس ده برضو صورة تانية، دي مش كرة الهدف، ده ليه نفس الفكرة برضو. إيريك تراوري بيتحرك في المساحة اللي ما بين مروان صحراوي وما بين باهر، فجوة واضحة جدا نقدر ان احنا نستغلها في الإسماعيلي. نكمل برضو نفس الفكرة، إيريك تراوري جاي في اللعبه دي، الانفراد اللي ضاع اللي هو الحارس تألق وصدها، حارس الاسماعيلي برده اتلعبت لإيريك تراوري في نفس المساحه اللي هي السهم دي، قدر ان برده ان لعيبه بيراميدز تعمل خطوره منها، فدي ثغره دفاعيه واضحه. كمل برده نفس الفكره، بإيريك تراوري قطع، هات الصوره اللي بعدها، كل دي ثغرات دفاعيه. مشكله الاسماعيلي في العمق الدفاعي، في المساحه الموجوده ما بين باهر المحمدي ومروان صحراوي. الحاجه الثانيه ان هم بيلعبوا دايما دفاع عالي، مشكله الدفاع العالي ده ان انت لازم تستخلص الكوره، لازم يبقى تبقى بدنيا 100%، عشان انت محتاج تستخلص الكوره بسرعه جدا، عشان لو اتلعبت في ظهرك هيبقى ريسك كبير جدا. عشان كده قلت لحضرتك كابتن ايهاب جلال مدرب ريسكي، هو بيلعب كوره جميله وبيعمل ضغط عالي، ولكن بياخد الريسك ان انا هعمل عليك ضغط عالي في مقابل ان انا ممكن استقبل اهداف. تمام. كريم، اخر حاجه معانا ممكن نتكلم على نقاط القوه بقى والاسلوب اللي بيلجأ له النادي الاسماعيلي لما بيبقى مزنوق في الهجوم، وهو الكرات العرضيه. واعتقد في ماتش الدور الاول احنا عانينا بشكل كبير في المباراه دي من الكرات العرضيه النادي الاسماعيلي، خصوصا ساعتها كان بيلعب طبعا حسين السيد. حسين في المباراه بصراحه عمل مباراه مميزه، لكن هو طبعا يعني هيغيب في مباراه يوم الاربعاء بسبب الطرد الاخير. ولكن نشوف النادي الاسماعيلي على طول الزحمه اللي معمولة داخل منطقة الجزاء، ونشوف كام واحد يا كابتن إسلام، مع يعني كام لاعب داخل منطقة الجزاء. بنتكلم على خمس لاعبين داخل منطقة الجزاء، يعني بنتكلم على لو الكرة العرضية اتلعبت خمسة قصاد خمسة، يعني بنتكلم بنسبة يعني مميزة للاعيبة نادي الإسماعيلي ان هم يقدروا ياخدوا الكرة قصاد خمس مدافعين من لعيبة النادي الأهلي. وبالتالي دي نقطة مهمة لازم هنا نكون خدين بالنا منها. النادي الإسماعيلي في بعض أوقات الشوط الثاني لما بيجهد تماما، الفريق بيلجأ ببساطة للكرات العرضية. وطبعا الفريق في الوقت الحالي عنده اثنين أبرج، بنتكلم شكري نجيب لعيب طويل، وبنتكلم على فخر الدين بن يوسف طبعا لعيب دوري تونسي ومعروف من زمن ايام ما كان بيلعب في الصفاقسي، ولعب كمان في الترجي ولعب كمان في الدوري التونسي، فخبرات طويله. فالاثنين دول لازم نمنحهم ان هم ياخدوا الكرات العرضيه. نبص دايما على مباراه الدور الاول ونشوف فيه قتال، ومهم جدا برضو موضوع الكره الثانيه داخل منطقه الجزاء، دي نقطه خطيره وما ينفعش في اللعبه دي بقى يا كابتن اسلام. دي هنا نقطه خطيره جدا لازم ناخد بالنا منها، ان هنا كان في تراجع من دفاع النادي الاهلي للدرجه اللي خلى المساحه دي كلها فاضيه قدام الفول باك انه يلعب كوره عرضيه من المساحه دي. انت بتقول له ببساطه اعمل كروس، يعني افشنسي واجاده 100%، ما ينفعش، لازم دايما يبقى اللاعب قافل الزاويه دي وما يسيبش هذا الكم من الفراغ للمنافس انه يلعب الكرة العرضية بالأريحية اللي عملها حسين السيد في الكرة دي. الكرة بقى سواء راحت ما راحتش، بس هي أصلا من الأساس ما ينفعش تطلع بالشكل ده. فدي واحدة برضو من النقط المهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. نادي الإسماعيلي بيلجأ للكرات العرضية في الشوط الثاني، نعتمد على طول قامة شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف.